السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا وأشكركم على التواصل المستمر على في كل القنوات، طبعا خصوصا الناس المحترمين المنتبهين الذين يتركون تعليقات رائعة جدا وخلوقة جدا تنم عن تربيتهم الصالحة ما شاء الله، ويعني أخلاقهم الرائعة في كل مكان. طيب طبعا الفيديو الأخير الذي تكلمت فيه عن اختلاف الرصد الحقيقي لشكل الأرض عن الخريطة الخرافية المسطحة، وكيف أن هذا يسبب إشكالية لأي إنسان يريد أن يأخذ بهذه الخريطة لأنها لا يعني لا تطابق الواقع، هي خريطة وهمية. فطبعا كان في هناك تعليقات كثيرة في الموضوع. طبعا أنا يعني ذهبت من ضمن التعليقات بعض التعليقات الجيدة، لكن قررت أنه بنفس السياق ندخل في بعض الأشياء الجغرافية أو الجيوديسيا التي هي طبعا علم شكل الأرض، يعني حتى نكون بشكل أوضح كيف عرفنا هذه الأشياء، كيف عرفنا أن شكل الأرض كروية، كيف عرفنا أن أوبليت سفيرويد يعني شكل كروي مفلطح عند الأقطاب ومنبعش قليلا عند خط الاستواء. طبعا هذا الشكل يعتمد عليها أشياء كثيرة، يعني حتى مثلا حركة الأقمار الصناعية، عندما يكون هناك الأقمار الصناعية في دائرة مثلا حول خط الاستواء لا تأثر بكثيرا بهذه المشكلة، أو إذا كانت يعني الأوربت أو المدار فوق القطب الشمالي والجنوبي معا لا تأثر بهذا الشيء. لكن إذا كانت في أي ميلان يسبب هذا الانبعاش قليلا من الانحراف في شكل أو مدار القمر الصناعي، يعني في أشياء له تبعات فيما بعد عرفناها لم نكن نعرفها وقت الحساب. عندما أتى نيوتن بالنظرية الجذب الكوني يعني في وقتها، هي استخلص أن شكل الكرة الأرضية هو عبارة عن أوبليت سفيرويد، أنها ستكون مفلطحة قليلا عند خط الاستواء، وذلك بسبب دورانها وبعض قوة الطارد المركزية التي تسبب انبعاج قليل عند خط الاستواء وما يسبب تفلطح قليلا عند الأقطاب. وطبعا كان هناك بعض التجارب التي تسمح لنا معرفة إذا كان هذا التكهن الذي قام به أينشتاين نيوتن في وقتها صحيح، يعني إذا قمنا بالقياسات الدقيقة للأوزان عند خط الاستواء وعند الأقطاب سنستطيع أن نجد فارق، وهذا الفارق نقدر أن نستطيع أن نعزوه إلى دوران الأرض. طبعا هذا الشيء لم يكن مقاس وقتها، كانت نظرية أو حتى لم تكن، كانت فرضية موجودة. قابلتها فرضية أخرى للعالم كاسيني الذي له على اسمه المسبار الذي ذهب، وله يعني أشياء كثيرة في الفضاء خصوصا في زحل وتوابعهم. قابله العالم كاسيني وقال لا، هي الأرض المفروض أن تكون مطاولة بشكل دوران، بطريقة دورانها حسب بعض القياسات البدائية التي قام فيها. فكانت هناك نظريتين متقابلتين، طبعا في نظرية ثالثة أن الأرض عبارة عن كرة كاملة تامة، طبعا هذه النظرية أيضا كان لها ناس يطعها. فحتى ينحسم هذا الجدل كان ينبغي أن يقوم أحد ما بعمليات قياسية تسمح لنا بمعرفة شكل الأرض الصحيح، هل هي كروية مطاولة من عند الأقطاب ولا مفلطحة من عند الأقطاب، وهل هي منبعجة من عند خط الاستواء وكل هذه الأشياء. طبعا لم تكن القدرات الرصدية، يعني هم كان معروف التلسكوب وكانت الأدوات الأخرى التي تستعمل لقياس المساحة مثلا ثيودولايت وهي الأشياء، يعني لساتها بدائية في بداياتها، فلم تكن في البريسيجن، قدرة البريسيجن الكاملة الخاصة قادرة على أنك تعطيك المعلومات هذه بدقة كافية حتى تستطيع أن تحدد عن طريقها شكل الأرض. طبعا كان هناك بريك ثرو كبير أو يعني شيء حدث، حل مشكلة كبيرة جدا، وهي القدرة تعريف الزاوية أو الدرجة الواحدة من خطوط العرض. هذا التعريف، طبعا خطوط العرض هي خطوط متوازية أو دوائر متوازية من خط الاستواء إلى الشمال وإلى الجنوب، فمعرفة القدرة على معرفة درجة واحدة منها طبعا تفيدنا كثيرا في كثير من الحسابات. ومنها أتى تعريف عدة أشياء، يعني تعريف الميل البحري هو عبارة عن الطول القوسي الذي يمثل درجة واحدة من
درجة واحدة على القوس بين مثلا خط الاستواء والقطب الشمالي، أو درجة واحدة يعني قوسية من خطوط أو دوائر العرض بين دائرة عرض مثلا 39 و40، هذا هي درجة واحدة. طيب ماذا يفيدنا كل هذا الكلام؟ هذا الكلام يفيدنا أننا نحن الآن نستطيع أن نبدأ في تحديد شكل الأرض حسب الدرجات هذه التي نقوم بقياسها. فإذا قمنا بقياس الدرجة القوسية هذه أو الدرجة درجة دوائر العرض عند مثلا في مكان مثل فرنسا، والذي فعل هذا العملية كانت هي فرنسا وإسبانيا، الأكاديمية الفرنسية للعلوم، فإذا قمت بقياس هذه الزاوية أو هذه الفرق هذا بين المكان دائرتين العرض، وذهبت إلى مكان آخر وقمت بقياس نفس الشيء ووجدت أن هناك تطابق، فمعناها أنك أنت على كرة أرضية كاملة. إذا وجدت نوع من التغير، فهذا التغير تحتاج أنت أن يعني تضع موديل معين يطابق مع هذا الشكل. فقامت مهمة أو يعني تجربة صغرت حوالي 10 سنين، ذهب فيها علماء من أو راصدين من فرنسا ومن إسبانيا إلى أمريكا الجنوبية إلى الإكوادور حتى يقوموا بعمل هذه التجربة بعد حسابها في فرنسا، في حسابها عند خط الاستواء لمعرفة الفروقات إذا كانت موجودة. وطبعا العملية معقدة، لكن العملية ببساطة تستعمل آلة تسمى الربع. الربع هذا هو أو هو يشبه السدس الذي يستخدم لقياس ارتفاع النجوم، وفيه هذه الخاصية بالإضافة إلى تلسكوب يضع عليه حتى يتم قياس الأبعاد أو الأطوال على مدى بعيد. تحتاج أنت مسافة طويلة طبعا حوالي 200 ميل يعني 360 كيلو من المسافة التي قاموا بالقياس عن طريقها على الأرض باستخدام كانوا يستعملوا مثل المسطرة الطويلة. أحيانا تراهم في الشوارع يستعملوا نفس الأسلوب، يعني عندما ترى الناس المساحين الجغرافيين أو المساحين الهندسيين في الشوارع تراه يحمل عمود طويل ومخطط هذا العمود، ويقوم شخص آخر بثيودولايت بمحاولة معرفة الزاوية التي فيها، هذا يقوم بتحديد وتخطيط الشوارع. وتستعمل هذه الطريقة حتى الآن لأنها طريقة فعالة جدا ودقيقة. بنفس الشكل كانوا يستعملوا هذه المساطر الطويلة بارتفاع حوالي 20 قدم أو يعني 7 متر أو 8 متر، ويقومون بعمل مثلثات من هذه المقاييس وحساب المسافة من مكان آخر، بالإضافة إلى مقارنتها بالمواقع الفلكية للنجوم المعروفة. بهذه الطريقة تم حساب طول الزاوية القوسية أو المسافة القوسية لزاوية واحدة من دوائر العرض عند خط الاستواء وواحدة أخرى في فرنسا، وبالتالي تم توثيق تماما أن الأرض هي عبارة عن أوبليت سفيرويد. حتى نزيل نحن مشكلة إخواننا المسطحين الذين يقول هل هي كمثرية، هل هي مش بطيخية، هل هي لا، هي أوبليت سفيرويد. هذا الأوبليت سفيرويد ليس شكل كروي وليس شكل بسيط، يعني هي ليست والله كرة عادية يعني مثل كرات البرفكت التي نصنعها نحن، لا، هي كرة ليست كاملة، فيها بعض الانبعاجات. لا نستطيع أن نتكلم عن شكل الأرض بدون الكلام عن أيضا الجاذبية التي تسبب هذه الانبعاجات وهذه التغيرات. لذلك نضع دائما نحن موديل كامل خاص بشكل الجاذبية في عدة أماكن، لأن الجاذبية هي تختلف. يعني أنت كنت قريب بمنطقة صخرية الجاذبية تختلف، إذا كنت أنت بجانب جبل الجاذبية تختلف، إذا كنت أنت في منطقة محيط الجاذبية تختلف، إذا كنت أنت في هو في المحيط مثل منطقة أخدود ماريانا الجاذبية تختلف، وبالتالي يختلف شكل هذا الجسم الكروي. هو جسم كروي لكن ليس كروي تام وكامل. طبعا كانت قياساتهم دقيقة إلى درجة أنهم قدروا تمييز يعني إلى فارق حوالي 40 متر أو 35 متر 40 متر من 111 كيلومتر. يعني هذا 111 كيلومتر يعني 40 كيلومتر 40 متر من 111 ألف متر، فدقة عالية جدا. استطاع أن تحسم الجدل تماما إذا كانت الأرض كروية الأرض هي عبارة عن كرة كاملة ولا هي مطاولة من ناحية الأقطاب، ولا هي أوبليت سفيرويد اللي هو الجسم المنبعج عند خط الاستواء. والذي طبعا حل هذه المشكلة كان
هذه البعثة في 1735، ومن بعدها كل الموجود لدينا بعد ذلك هو عملية تدقيق وتحسين للأرقام التي هي أصبحت تقريبا يعني شبه معروفة. لكن نحن كما قلت عندما نتكلم عن شكل الأرض ينبغي أن ندخل فيها أيضا الجاذبية، لأن الجاذبية تؤثر على هذا الشكل، وهذا الشكل يؤثر على الأقمار الصناعية. فالأقمار الصناعية التي فيه مدار لها inclination يعني لها زاوية على خط الاستواء تتعرض لجذب باتجاه معين مناسب للانبعاج هذا الموجود عند خط الاستواء. طبعا هذه الأشياء جميلة جدا أن يتعلمها الواحد ويعرف عنها، خصوصا أنها أضحت تاريخ، يعني هي لم تعد حتى في سياق العلوم. نحن نتعرف على التاريخ والرحلة التي قاموا فيها، وكانت رحلة شاقة، وأبحروا من فرنسا ومن إسبانيا على متن السفن، وأخذوا معهم الأجهزة التي كانت ثقيلة جدا وتحتاج أن تكون متينة وقادرة على احتمال الرحلة في البحر، ثم بعد ذلك أخذها إلى قمم الجبال حتى يستطيعوا أن يقوم بقياس مسافة 200 ميل أو 360 كيلو، مسافات بعيدة باستخدام تلسكوبات، ويعني هم جعلوا يعني سلسلة كبيرة طويلة كبيرة من المقياسات حتى يستطيعوا أن يقيسوا ويعطونا شيء واحد بسيط جدا، هو الزاوية قوسية واحدة من خطوط من دوائر الأرض. يعتقد الناس أننا في يوم من الأيام صحينا وقلنا سنجعل اليوم الأرض كروية، لم يحدث هذا الشيء، ولكن هو تراكم لقرون وآلاف السنوات حتى من المعرفة الإنسانية والقدرة على القياسات والقدرة على الرصد التي أثبتت لنا في النهاية أننا نعيش على كوكب كروي، وأن هذا الكوكب شكله بالضبط كما نحدده بالمودلز الحديثة التي الآن نستعمل مودل. هذا المودل له اسم معين، ليس هو كرة كاملة وليس حتى سفيرويد يعني شكل شبه كروي، لها انبعاجات خاصة فيها ولها متغيرات خاصة فيها. أتمنى أن يكون هذا الموضوع يعني قد جاوبته بشكل يعني مفيد لكم. إذا كان عندكم أسئلة في عملية القياس التي تمت والرحلة الفرنسية الإسبانية إلى الإكوادور التي قامت برصد ومعرفة وتأكيد شكل الأرض على أنه أوبليت سفيرويد، حطوا لي أسئلتكم وإن شاء الله أجاوبكم عليها. هذا العلم كله ينضوي تحت علم كامل قائم اسمه علم الجيوديسيا، وكان من أوائل الناس الذين دخلوا في علوم الجيوديسيا. طبعا هو كان معروف من قبل، لكن هو كان من المسلمين أيضا الذين قاموا بتطوير وإضافة أشياء كثيرة في هذا العلم، ومن ضمنها علم المثلثات الكروية أو الكرية. هذه المثلثات طبعا كان الهدف الأساسي من التعامل معها هو تحرر القبلة فقط، يعني كان الإسلام دور مباشر على تأثير على هذا العلم حتى يستطيع المسلم أن يتحرى اتجاه القبلة ويعرف كيف يصلي، وتبنى المساجد باتجاه القبلة دائما سواء بغض النظر عن المكان التي هي موجودة عليه على كوكب الأرض. تحياتي لكم جميعا، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.